ثاني فيديو اليوم الثلاثاء. حنا كنتواجدوا مازال كنتواجدوا في مدينه نيكولاي، وهانتوما كما كتشوفوا هذا هو السونتر كوميرسيال ديالها. هو هذا، هنا كاينين لي ماغازان. بالمناسبه هذا الماغازان خصكم تردوا ليه البال، هذا ايجيا راه كيتعد من لي ماغازان الغاليين، يعني فيه الخضار وفيه بزاف د الحوايج، ولكن الثمن راه زيد شويه. عندك هذا وعندك ماغازان مترو، هادو خصكم تردوا لهم البال. هاد ايجيا هذا. من خلال هذا الفيديو بغيت نجاوب واحد الصديق اللي سولني على مدينه كورنوول. كورنوول كاينه في اونتاريو، هي مدينه ناطقه بالانجليزيه لانها كتقع في مقاطعه اونتاريو. هي مدينه صغيره جدا، ما فيهاش المسجد وما فيهاش الجاليه العربيه بزاف، ومن طبيعه الحال ما غتلقاش فيها الحلال. هي بعيده على مدينه موريال ب 100 كيلومتر، وبعيده على مدينه العاصمه ديال اوتاوا، العاصمه ديال كندا اوتاوا ب 100 كيلومتر، يعني جات من المنتصف. بعيده على موريال ب 100 وبعيده على اوتاوا ب 100. هي مدينه صغيره بزاف وما فيهاش الحلال. انا غير كندوز عليها، ما عمري ما وقفت عليها، ما عمري ما وقفت فيها، غير كندوز منها. هادشي نقدر نقول لك، ما عارفش عليها بزاف المعلومات لان مدينه صغيره، ما نقدرش نقول لك. هي فيها شويه ديال اللوزينات، لان ملي كتكون ديز تشوف، ولكن بطبيعه الحال هذوك اللوزينات اللي كاينين غيكونوا قلال، غيكونوا شادينهم ولاد البلاد. والارزاق بيد الله، الارزاق بيد الله. هي مدينه هادئه. يلا ما نطولش عليكم، فيديو قصير كذلك فيه جوج دقائق تقريبا. نخليكم على خير والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.